لمصر عبد الراسن كلوب من ضربة الجزاء وسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني لمصر عبد الراسن كلوب عن طريق الحارس سيباستيان ساخا اللي يتقدم لضربة الجزاء ويسجل، وبالتالي 2-0 لمصر عبد الراسن كلوب على حساب البوكا جونيورز. بداية قوية لشوط المباراة الثاني لمصلحة الراسنج كلوب. حارس المرمى اللي يسجل الهدف الثاني له مع الراسنج كلوب منذ أن مثل الراسنج في 2011، حارس اللي كان موجود مع إيك أثينا اليوناني قبل أن يعود للأرجنتين مرة أخرى مع راسنج كلوب. البداية كانت في سان لورينزو، سجل مع سان لورينزو على فكرة 6 أهداف، يعني هذا الحارس متعود أن يسجل من ضربات الجزاء ومن الكرات الثابتة.